فكر معايا هي عايزة ايه بص في المراية زبط زوايا علشان نتقدم سيب الشيشة قم من على القهوة سيب الشيشة هي عايزة ايه زبط زوايا أنا بعمل مشروع وبحث عن مصر والوطن العربي، يعني نشوف كل حاجة وحشة والعكس. الكيس ده ممكن ترميه هنا جوه الباسكت أو مكانه كبير أهو كويس. هو البتاع ده شكلك؟ أنا الأول أعرفك بنفسي، مدحت الأناضولي من قرية الحسنة باينة. أنا عارفكوا، شميتكوا، مش برضو أنتوا مدمنين؟ إيش يا عم؟ والله يا مرزق هذا خد ده 100 جنيه. ماشي يابا، طب هنتقابل فين بقى؟ أنا أدولف رمزي، أنا عايزك تخاف مني. تعمل لي ألف حساب. أنا مستر مالابولو. هاتك براحتي. بكحي برضو براحتي. أمال إيه؟ سيب الشيشة. الحب ده رمزي يعني كده؟ الحب ده اتكلمنا عنه في حلقة قبل كده. اه بس ما اتكلمناش عن نهايته الطبيعية. نهايته الطبيعية هنا في مصر الفركشة، أنت اللي قلت لي كده. فركشة يا رمزي، أكيد في خير يعني. خير إيه مثلا؟ بيتجوزوا لا قدر الله؟ بيتجوزوا؟ يا رمزي فيها رمزي، بيتجوزوا ايه؟ انت مفكر الجواز هنا سهل وخلاص؟ موضوع صعب هنا قوي كده؟ اه طبعا، ده اصعب من طب بشري. يا احنا عندنا في امريكا لا ممكن يتجوزوا في شقه استوديو، هنا بقى عندنا العروسه بتطلع وهي خارجه من الاستوديو. ايه ده عجبتك؟ انت امريكي مش هتفهم انت الحاجات دي. سيب الشيشه. الله يرحمك يا بابا، مت وفدتهم لي أمانة في رقبتي، لكن هعمل إيه؟ لازم أأمن مستقبل البنت القمر دي. يا أهلا وسهلا بيكم. ربنا يخليك يا باشا مهندس. والله ده أنتوا يعني منورنا وإحنا زرنا النبي والله النهارده. والله ما عارفين نقول لك إيه طيب إلا لا دي. والله يعني أنا عايز أقول أمير عبد المتعال أخوها الكبير. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشا مهندس. والله الواحد تحس إن هو يعرفكم من سنين. لهو انتوا من شبين القناطر؟ يا قناطر ايه؟ لا رحناها يوم التنين في مرة قبل سابق مع أم الله يرحمها، فاكر يا ابوي؟ الله يرحمها. اه بالظبط كده، هو يوم الاثنين ده انا كنت بصطاد هناك. يا باشا القلوب عند بعضيها. الاستاذ عمرو العريس بيشتغل ايه؟ ولدي. اه ابني. بالظبط. راجل من ظهر راجل، ماسك لي اعمالي في سوق العبور، احنا اكبر تجار خيار وايه؟ وطماطم. الله ده هايل جدا، يعني انتوا في الشادر مع الخيار والطماطم مش بتبيعوا فاكهة مثلا؟ امال ايه يا باشا مهندس، ما شاء الله بوي ربنا يخليه مكسر الدنيا هناك. احنا تجار خيار وايه؟ وطماطم. جميل جميل قوي الطماطم. ايه يا بوي في حاجة ولا ايه؟ عندك وقف المهزلة دي فورا. انت مين يا حضرة انت وهو وعاوزين ايه بالظبط؟ ها انا سرها، أنا قلبها، أنا اللي أملك قلب مها. تملك قلب مين وبتاع إيه واللي أنت عمال تقول عليه محسسني أنت محمد حماجي؟ إيه؟ ده أنا أملك نص مصر كلاتها، ده أنا وأبوي ممكن نشتري نادي أسمك ميلان. أيوه، إحنا أكبر تجار خيار وطماطم. في إيه؟ جرى إيه يا مها؟ بتحترميني في إيه؟ تحول يا عم، إحنا اللي بنتخانق. بتزعج ليه بس يا باشمهندس؟ واحدة واحدة علينا. طالما الموضوع كده بقى، وانت تملك قلبها وانت تملك نص متجر البطاطس، نجيب ورقه وقلم فرنساوي بقى ونكتب. ليه يعني يا ابوي اختار القلم الفرنساوي ده؟ عقده قديمه. ماشي. زبط زوايا زبط زوايا من على القهوه سيب الشيشه. يا اهلا وسهلا. اهلا 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 رامي، شوف عمك ياكل ايه ولا افتح له ازازه كازوت. يا احنا مش في بيتنا يا بابا، احنا جايين نخطب العروسه في بيتهم. ها انت مين يا ابني؟ انا رمزي يا بابا. رمزي رمزي. طالما انتوا الاثنين بقى عاوزين اختي مها، احنا نمشي بنظام النقط. نقط ايه يا باشا مهندس؟ نقط ايه يا استاذ؟ هو احنا داخلين كاس الامم ولا ايه؟ ايوه احنا تجار خيار وطماطم. وبعدين يا ولد ما تزعلش عمك امير. ماشي يا ابوي انت التخين عادي. احنا موافقين يا استاذ امير. وانا كمان طبعا موافق، انا ما اخافش من اي امتحان. امتحان؟ امتحان؟ لا خد بالك يا ابني في الامتحان. اه خلي الله كده وامسك الورقه بهدوء. ها ولو الورقه خلص اطلب من المراقب ورقه تانيه.
ممكن بقى تقولوا لي انتوا بتشتغلوا ايه يا حلوين؟ بنشتغل طبعا بنشتغل. طبعا انا بشتغل حاجات كتير. زي ايه ممكن اعرف يعني؟ احنا تجار خيار وطماطم. وانت بتشتغل ايه يا استاذ؟ انا طالب أكاديمية بحرية. جميل. أنا رئيس اتحاد الطلبة. وبتقبضوا كام على كده؟ ها؟ أنا بقبض 1500 جنيه في الشهر وبزيد زيادة سنوية 175 جنيه في السنة. ها؟ 175 جنيه. أيوة 175 جنيه كده الحرامي ده عشان يصلح الحوض بتاع الحمام ولسه بيخر. يا هاني انت ليه يا هاني بتجيب لنا حرامية البيت بس ليه؟ أنا مش هاني وإحنا مش في البيت خلاص واحنا ما عندناش حوض اساسا. بقى بابا ريح شويه. حرامي مين يا عم السباك انت ببلف الكوره اللي انت لابسه في دماغك ده؟ ما تقولش على ابوي حرامي. في ايه يا استاذ؟ اهدى هدي نفسك. انا ال 1500 جنيه اللي هو بقول لك عليهم دول انا بديهم للتباعي بتاعي. التباعي بتاعك؟ ايوه اللي بينقل الايه؟ الخيار والطماطم. انت ما تشغلني معاك الله يبارك لك. تعالى يا عمي. انت حضرتك بتعلم له صح ليه على فكره؟ انت حضرتك اصلا ما تعرفش اذا كان هو اصلا طالب ولا بيشتغل ولا اي حاجه. ما تعرفش اي معلومات عنه. فاتتني دي معلش. هو انت بتشتغل ايه ولا مخلص ايه؟ انا مش طالب ولا حاجه انا مخلص من بدري. ايه بقى؟ دبلوم تجاره. وانت يا استاذ ها؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا لسه طالب. حضرتك بتديله صح ليه؟ بتديله صح عشان هو مخلص وانت لسه. ايوه بس انا قلت لحضرتك انا قد ايه متفوق. بقول لحضرتك رئيس اتحاد الطلبه ورئيس اسره الكشافه البحريه. بحريه هي نفع معها بحريه ولا ابليه؟ دي ست نكديه. بقول لكم ايه، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف يا جماعه. انا هطلق امك يا نادر. خلاص انا مش قادر. يا حاج امي ميته من 10 سنين يا حاج. لا نحترم بعض بقى عشان انا قاعد. الله صح. دلوقتي بقى أنا عايز أفهم حاجة مهمة بس. لو أختي اتعكست مع حد فيكم ممكن أعرف رد فعل كل واحد فيكم هيبقى إيه؟ تعكس مين يا عمي؟ وحد يقدر يجي جنبيها؟ ده أنا نكسر دماغه ونعوروه ونشلفوكه وادخل الجسم وابويا يجي مع شلة محاميين ويطلعني ولا أي حاجة حصلت. معنا فلوس كتير. اكتب له بقى عندك نقطة الولدي عشان بيثق في أبوه ثقة عمياء. أبوه أكبر تاجر خيار وطماطم. حضرتك بتديله نقطة وعمال تعلم صح في الخانة بتاعته ليه؟ عشان بلطجي؟ لا عشان هو هيعرف يدافع عن اللي هتبقى مراته كويس. ورينا دفاعك انت هيبقى ايه؟ أنا؟ أنا ممكن بالإقناع أخلي أي حد يبعد عن مراتي. أنا مش ممكن أبداً أبداً أعرض نفسي أو أعرض أبويا الله يرحمه إنه يخش الاسم. أنا آسف جداً يا والدي معلش. أنا آسف. كمل. مات يا ابني. طب ليه يا ابني ما عزمتنيش على العزاء؟ كنت جيت عزيت. شد حيلك يا أبو هاني. في واحد ليا أهي. استنى أنا بكتب. خل بالك قال لك بلطة جاي. ما تقلقش أنا مظبط كل حاجة. أربعة في اتنين بستة إزاي حضرتك؟ ثواني. مها يا أبوي البت مطور. شوفوا يا أولاد أنا دقيقة بالظبط وهعلن النتيجة. يا رب يا أبوي. البت يعني طماطم. أبويا. أنا بحبها قوي يا أبويا. بجد بحبها قوي وعارف كويس قوي ان انا ابويا لو كان عايش الله يرحمه كان ضربهم بالنار وجوزها لي. ولابوك عايش الله يرحمه كان ضربك وضربني وضربهم كلهم وضربنا كلنا. شكر الله سعيكم يا حاج. اقول لك على حاجه يا ابوي، الجوازه دي لو تمت هنعزم الحته كلاتها على طشت سلطه. ايوه ونروق عليهم ونقطع لهم خيار وطماطم. بعد حساب النقط والاطلاع على ظروف الشباب العاطفية والصحية والمادية وحاجات تانية مش عايز أذكرها يعني، لقيت بصراحة إن رمزي شاب محترم ومهذب ومكافح. الله أكبر. الله بحبك بحبك يا مها. افرح يا مها. خلاص أنا لها. قوم يا أبويا قوم قوم بارك لي. مبروك يا ابني. لسه أنا ما كملتش. لقيت ان انت كويس وكل حاجة والحياة ظريفة معاك، لكن خطيب اختي مها ان شاء الله هيكون اخونا عمر، والفرح باذن الله هيكون اخر يوم في امتحانها. افرح يا ابويا افرح. اللهم صل على النبي. اقول لك على حاجه يا مها، شغل ياسين التوامي. الله عليك يا ابويا. وعايز اقول لك على حاجه كمان يا مها، فرحك ان شاء الله هيبقى في اكبر شادر للخيار والطماطم. ويا بت جمالك يا بشني. ايوه والهبشه جت في العبايه رمان الايه دوشني وخلانا طق المرايه. ايوه ضبط زوايا ضبط زوايا
على القهوة سيب الشيشة. بص بقى يا حبيبي، انا عايزك تبص هنا، اهم شيء بقى في الجواز انك لازم تكون على درايه كامله باي حاجه هتحصل او تغيير جسماني طارئ عليها. لو حصل لها اي تغيير طارئ هقول لها انت طارئ. بص بقى طارق، انت لازم تركز معايا عشان في بلاوي كتير قوي جايه، محشي وعزايم وناس بتيجي وناس بتروح، يعني هتلبس. ولازم تقعد تقول يا غزال ويا قمر والحاجات دي. طبعا لازم تقول يا غزال ويا قمر والحاجات دي، هي رايحه جايه تنكشها جايه بقى. اظبط نفسك، انت لازم تكون مركز كده، حاطط نفسك جوه صندوق عشان بقى ما تدفعش بقى ايه فلوس جيم واصل انا الحته دي، انت فاهم؟ بس ما تبالغش، الستات دي كائنات سيمبل خالص. فعلا الكلام ده قبل الجواز، لكن بعد الجواز بقى بيبقى فيه حاجات كتير قوي وكائنات كائنات عملاقة. منذ قديم الزمان والمرأة تبحث عن الجمال وتمر العصور وهي لا يرضيها أي شيء. لقد اخترعوا أشياء كثيرة وغريبة مثل المساحيق وتعدد الموضات وتصفيف الشعر، ولكن بلا فائدة، ومع ذلك لم يستسلموا أبدا. في 27 من حزيران الماضي واجه شابان محبوبان مشكلة كبيرة كادت أن تنهي علاقتهما. لقد بدأت المشكلة في شهر رمضان الماضي عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من محبوبتي وهي منهمرة في البكاء. حينها شعرت أن حدث كارثة كبيرة، فقلت لها بلهفة: ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ وكان الرد غير المتوقع على الإطلاق. جاءتني الصدمة الأولى عندما وزنت نفسي ووجدت أنني قد زاد وزني 2 كيلوغرامات، وهذا بعد مرور يومين فقط من شهر رمضان. انتابتني نوبة من البكاء والحزن الشديد، وقلت لنفسي: كيف يحدث هذا وأنا منتظمة على الدايت منذ شهور؟ تقف حياة الكثيرين من النساء على الشكل والوزن في آن واحد. كيف تعامل هذان الشابان المحبوبان مع تلك المشكلة؟ وكيف مر بالصعاب معا؟ أنا لم أقل أنك ضخمة على الإطلاق، فقط قلت أنك كيرفي. أنت لا تقول، ولكنني حسيت بهذا من نظراتك. عندما أصبحت المشكلة كبيرة طلبنا المساعدة من الدكتور خسيتو، دكتور في جامعة دايتكو قسم العمالقة، وكان الرد: في بحثي الأخير عن هذه الكائنات العملاقة وحلم الدايت لم أجد حلا سهلا، فعندما تأكل المرأة يزداد وزنها، وعندما تفرح المرأة تأكل فيزداد وزنها، وعندما تحب المرأة تفرح ثم تأكل وبالتالي يزداد وزنها. لكنني وصلت للحل، وهو ليس له علاقة بالأكل. كل ما عليك هو أن تقول لها: ما هذا؟ ما هذا؟ لقد نقص وزنك كثيرا. وبعد أن وجدنا حل المشكلة عاش الحبيبان في سعادة ورخاء وبهاء وصفاء. ولكنها جاعت بعد ساعة. سيب الشيشة. بس يمكن انت شايف الجواز مش حلو عشان ما فيهوش اطفال. قصدك ايه يعني ما فيهوش اطفال؟ انهم لسه ما خلفوش اطفال؟ اكيد طبعا، لو في بيبي حلو كده اكيد الدنيا هتبقى احلى. يا ابني ده كل المشاكل بتيجي لما يعرفوا ان في اطفال جايه في الطريق. قبل ما يخلفوا؟ لا 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 لا، اقسم بالله لا. يا عم اسمع مني، انا اللي بوجهك. لا لا سيب الشيشه. ده احلى على ده، بتهيألي ده على ده. الله الله يا بابا، اسلم عليك يا بابا، سيدي منصور يا ماما، اشهد بالله يا بابا، معشك تسوى يا بابا. يا بنت انت اتدروشت في دماغك ولا ايه؟ كويس انك جيت عشان تساعدني. بقولك ايه، ده على ده ولا ده على ده؟ ايه ده، وانت خلاص عرفت اللي جاي ده ولد ولا بنت؟ ايوه، ما انا عملت حسابي، جبت لبس ولاد وبنات، وكمان عملت حسابي على اسم ولد وبنت عشان ابقى جاهزه. كمان عملت حسابك في كل ده وانت لسه في الشهر التاني؟ حرام عليكي، وانا معايا فلوس لكل الكلام ده. ايوه طبعا، وهنسميه رماح. رماح؟ امك اسمها صباح. رماح يا بنت انت اتجننتي، وانا شغال في الجبل؟ يا عمروسي ده جمع رمح، وبعدين انا عملت كتبت كده بوست على الفيسبوك ورماح جاب اعلى لايكات. وخلاص الناس اللي على الفيسبوك بقى هي اللي هتسميه لابني؟ ايه الجنان ده؟ انا خلاص قررت اسمي ابني على اسم جدي الله يرحمه، اللي وقف معانا وتعب معانا وعمل معانا كل حاجه حلوه، عبد الشكور. نعم انا اسمي ابني عبد الشكور. وماله فيها ايه يعني عبد الشكور؟ ده اسم جميل كده فيه حاجات جميله. بقول لك يا عمروسي، انا مش هسمي ابني عبد الشكور خالص خالص خالص. ليه بقى؟ في حد يسمي ابن عبد الشكور يا عمروسي؟ اكيد طبعا، ده اسم جميل، ده اسم جد اللي تعب وشقي معانا. يا حبيبي كتر خيره، ده نجيبه نعزمه كده على حله ورق عنب حلوه نروح معاهم المصيف، لكن ما سميش ابني على اسمه والله.
ما سميش ابني على اسمه. تخيلي كده ابننا كبر وبقى زي الفل كده في ثانوي عام وجاب مجموع علم علوم كده 99% دخله كليه هندسه وليه يبقى اسمه كده عبد الشكور عمرو. راح عبد الشكور عمرو جه. لا على فكره انا دخله علم علوم يدخل طب بشري قسم بطنه. طب بشري قسم بطنه ده جميل جدا ما اختلفناش، بس برضو بقى اسمه عبد الشكور عمرو. افرضي بقى خريج بقى كده ايه كليه بقى اوروبيه امريكيه عضو في الجامعه العموميه اللي هي اللي يبقى استشاري كده وجراح جميل يتقال عليه الاستاذ عبد الشكور عمرو الدكتور الاستاذ عبد ايه بيقول ايه في الموضوع الاستاذ الدكتور عبد الشكور عمرو. عمروزي حبيبي انا مش هسمي ابني عبد الشكور، ومن بكره الصبح انا هروح اقعد عند ماما وبوريني بقى في مين فينا كلامه هيمشي. كلام ايه اللي هيمشي؟ لا والله خلي امك تنفعي. عبد الشكور يعني عبد الشكور يا ناصه فرفره، هسمي ابني بركسام والهام والجو اللي انت عايزاه ده. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا خرب بيت المسبح. الاستاذ عمرو العريس بيشتغل ايه؟ ولدي اه ابني بالظبط راجل من ظهر راجل. انا سرها انا قلبها انا اللي املك قلب مها. تملك قلب مين وبتاع ايه واللي انت عمال تقول عليه محسسني انت محمد حماجي ايه؟ لو حصل لها اي تغيير طارق هقول لها انت طارق. بص بقى طارق انت لازم تركز معايا عشان في بلاوي كتير قوي جايه، محشي وعزايم وناس بتيجي وناس بتروح، يعني هتلبس. ولازم تقعد تقول يا غزال ويا قمر والحاجات دي. طبعا لازم تقول يا غزال ويا قمر والحاجات دي. بتهيألي ده على ده زبط زوايا زبط زوايا علشان نتقدم سيب الشيشه قوم من على القهوه هي عايزه ايه زبط زوايا زبط زوايا زبط زوايا.